من سرى بالليل يحمد لسرى عند الصباح، وينال الجد من جد ويداوي للجراح. فاستعن بالله واجهد في غدو ورواح، إن أهل الاشتغال هكذا والمدلجين، فكمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله بشيء كأنما على رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن حميما لأحدهم قد غاب عنه ثم قدم ما التفت إليه. وقال محمد بن قيس: بلغني أن العبد إذا قام من الليل للصلاة تناثر عليه البر من علان السماء إلى مخرط رأسه، وهبطت عليه الملائكة لتستمع إلى قراءته، واستمع له عمار داره وسكان الهوى، فإذا فرغ من صلاته وجلس للدعاء أحاطت به الملائكة تؤمن على دعائه، فإنه اضطجع بعد ذلك نودي: نم قرير العين مسرورا، نم خير نائم على خير عمل. ولكن أنت آبير، قلت إني في بلادي وبه ما زلت واثيق، لست أخرج من قيادي وهو ينجي كل غارق، وهو قيوم بحالي ليس ينسى إن نسينا، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. وصلاة الله تترى تبلغ الهادي التهام، وجميع الآل طرى والصحابات الكرام، وعسى الله ببشرى في خيال أو منام. حسبنا مولى الموالي وكفانا أجمعين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. حسبنا مولى الموالي وكفانا أجمعين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين.